من وجهة نظر حضرتك أفضل وظيفة خارجية، ولماذا ده أفضل وظيفة خارجية عبر التاريخ بقى في مصر؟ شايف إنه أداؤه يتسق مع الدبلوماسية المصرية؟ يعني هدي لك رد وهتقول ان انا منحاز، وانا فعلا منحاز، انما هو رد دون انحياز. انما انا منحاز افضل وزير خارجيه في رايي انا كان والدي اسماعيل فهد وزير خارجيه في بعد حرب اكتوبر على طول لغايه قبل مقدرات الرئيس السادات للقدس. كل هذا ليه؟ لانه نظرته للوظيفه كانت نظره سياسيه، كان دايما يتبنى فكره انه العمل السياسي امانه ومسؤوليه. تتكلم هنا على امانه هي مصلحه الشعب مش رايك الشخصي، ايه مصلحه العمل الشعب اللي هي قد تفرض عليك قرارات صعبه تكلفك امور معينه انما هي الصح مش رغبتك الشخصيه. الشيء الاخر المسؤوليه، انت كمسؤول سياسي على هذه المستوى لابد ان تعرض على رئيسك كل البدائل الايجابيه والسلبيه ايا كانت، طيبه او غير طيبه، اخبار جيده اخبار صعبه، بامانه كامله، وله ان يختار، اختار البديل اللي انت ترى انه استراتيجيا صح او بديل يختلف عن رايك انما ليس اختلاف جوهري وتستمر. لم ترى ذلك، انت اللي عليك انك انت تترك مكانك. فانا ببص للمحصله الكامله له، اولا نظرته للوظيفه نفسها اداؤه كوزير، ثانيا حصل تطور في الموقف السياسي المصري خلال فتره وجوده مع رئيس السادات، ما كانش حاجه مستقله للاثنين، من ان انت كنت تميل اكثر من اللازم تجاه الاتحاد السوفيتي الى اكثر تجاه الوسط السياسي والغرب، وسعيت الى انهاء النزاع العربي الاسرائيلي من خلال التفاوض ووصول الى حل شامل. في الاخر الرئيس ووزير الخارجيه اختلفوا، واذا وافترقوا باحترام لكل من الاخر. الاداء ده بيخليني اضعه في وضع متميز واحترامي كامل وتقديري الكامل لكل وزراء الخارجيه الاخرين اللي عملوا في هذا المنصب. اولا لان الخارجيه المصريه مدرسه عريقه طبعا، مدرسه عريقه وفيها خيرات وفيها خبرات كثيره جدا. انما اضيف لك الى هذا، هناك بعض الشخصيات الوزاريه المصريه من خارج الخارجيه ادوا الدور وزير خارجية بشكل جيد للغاية، لأن المؤسسة مؤسسة سيادية تحترم اللي بيخش بيتكيف مع والمؤسسة بتخدم اللي بيقصر. المنظومة واضحة إنك أنت لك مسؤولية سيادية، لازم تاخذ العمل بجدية ومنظور وطني وتخدم على اللي فوق. طب أنا يعني بدون ما نخش في التفاصيل، انا على ايدي انا مش وانا وزير قبل هذا في عمل مع وزراء اخرين، كان رئيس الجمهوريه يتصل بالتليفون وانا سامع المكالمة وانا واقف للوزير، يقول للوزير فين الافكار دي بتاعتي؟ النهارده ايه؟ مفيش، مش مفيش شكل، انما يعني ما يكونش راي يعني كده مختلف، مش هحتاج على كده، بقى مطلوب مننا كده. وسبق ل وزير خارجيه سبق ان مصر هجمت لتأييدها للطرف الفلسطيني اكثر من 20 سنه بعد انشق السلام المصري الاسرائيلي. شوف بقى، بعد ما عملنا احنا سلام مع اسرائيل ب 20 سنه استمروا يهاجمونا عشان كخارجية، عشان بنأيد الطرف الفلسطيني. ليه؟ لأنه تأييد الحق على حساب الباطل، المنظور استراتيجي سيادي للمصلحة العربية والمصرية. لا، هي مؤسسة عريقة
انما انا اديت المثال ده واللي عايز يعتبر انه انحياز يعتبر انحياز. لا ومن حق حضرتك لا انا بقولك انا معتبر ان انا منحياز. لا وده حق حضرتك. انما انا المنظور بتاعي يختلف في ايه؟ ما ببصش ليه اداؤه كوزير فقط فنيا لان الاغلبيه العظمى كويسين والمؤسسه عظيم، انما فلسفته للوظيفه ايضا شيء مهم.